بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات والتحيات والتسليمات على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا راح أجعل درسكم في موضوع رمضان. رمضان، شهر رمضان في الحقيقة هو مدرسة. من أحسن الدخول فيها وأراد أن يتعلم العلم والحكمة منها بحسب قوانين شهر رمضان الذي صرحت بهذه القوانين آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن في شهر واحد أن يصير الإنسان ذلك الرجل العظيم علما، والعظيم حكمة، والعظيم أخلاقا، والعظيم نضالا وجهادا، والعظيم سعادة، والعظيم قدوة وتعليما وإرشادا. الصوم ما هو كما يعلمه كل الناس أنه عملية ترك الطعام والشراب. الحيات والأفاعي في أول الشتاء تدخل في الاعتكاف في أوكارها وتبقى بلا طعام ولا شراب إلى أن يأتي الربيع. 3 أشهر 4 أشهر دفع واحدة. فإذا كان عظمة الصوم بترك الأكل والشرب، اللهم ارضى عن السعابين وعن الحيات والأفاعي. الدب لما كان قالك في الشتاء يدخل المغر وبتم 3 أشهر يلحس قدميه ويتغذى من شحم جسده فيظل صائما يمكن 100 يوم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وآله الكرام يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، العمل البطال، العمل الناقص، الكلام الغير الأخلاقي. يعني بده يصوم بلسانه، بده يصوم بسمعه، بده يصوم ببصره، بده يصوم بكل أعضائه وأعماله وجوارحه، عن كل ناقصة، عن كل رذيلة، عن كل عمل مبغوض إلى الله ومكروه عنده. حتى بده يصوم ما بأعضائه وجوارحه، بده يصوم بفكره ورغباته وميوله ومحبوباته ومرغوباته. بده يمسك عن نفسه الداخلية ويبعد عنها كل رغبة لا يرغبها الله، وكل عمل لا يدخل في إرادته، لأن الله لا يحب ذلك العمل. هذا ما هو كل الصوم.
هذا الصوم السلبي، هذا الصوم مثل ما قالوا التخلية قبل التحلية، فهذه كلها تنظيف وتطهير. أما كسوة وحلية الجمال والكمال فهذه تكون بإحياء ليالي رمضان مع الله عز وجل ذكرا وتهجدا وإقبالا وتضرعا وحضورا. فهذه فرمضان بهذا المعنى مصنع بيدخل فيه الحديد الخام كصخور وأتربة بوجود الصناع وحسن التصنيع. فهذه الأحجار بالعلم وحسن الصناعة تخرج طائرة بوينغ حق 50 مليون دولار، بينما الجبل كله ما حدا بيشتريه ب5 دولارات، لأنه حجار لا بيطير ولا بيصير سيارة ولا بسكليت، وعود عليه وخليه يمشي فيك ما بيمشي. لكن لما بيدخل في مدرسة العلم والعمل فبصير طائرة، بصير قطارات، وبصير أبنية، وبصير تلفزيونات، وبصير كل وسائل الرفاه والقوة والعظمة في هذه الحياة. فرمضان بتظن انك تعرف تصومه لحالك، ما بتعرف الصوم. صوم الدبب انه ما ياكل ويشرب، هذا الدبب تعرفه. البق بالشتاء ما عم بيطلع، ما هي في واحد حط بقه ضمن ورقه ونسيها حتى ما صار له محل يقتلها، حطها هيك بالمكتبه تبعه ونسيها. بعد سنتين شاف الورقه، فتحها وشاف البقه طيبه. صامت قديش؟ سنتين. فانت بايش عم تدل على الله وتشوف حالك وتتعالى وتشنفق انه من على بكره لهن عشيه، واللي فاتك بالنهار بتعوض عند عشيه الضعف. عم بصير رمضان معرض للاطعمه اللي كنت ما تاكلها في غير رمضان. في ناس عم يزيد وزنهم في رمضان، يعني لا عم يعرف لا صيام البق ولا صيام الدبب ولا صيام الحيوانات، بينما هذا حظ الجسد. فقد يكون جسد واحد غير مؤمن جسده في صحته وقوته وسلامته أحسن من جسد المؤمن. المؤمن بده يكون جسديا أحسن، وهذا بصير أحسن من طريق العلم والمعرفة، نعرف فلسفة الصوم، حكمة الصوم، أهداف الصوم، ومن كل النواحي الجسدية والأخلاقية والروحية والفيوضية. رمضان شهر شلون الشتاء شهر موسم الأمطار وإحياء الأرض الموات، يحيي الأرض بعد موتها، كذلك رمضان موسم لربيع القلوب، تنزل فيوضات السماء من أنوار الله على القلوب الطاهرة، القلوب المتوجهة المقبلة. بتحط عقرب الراديو على المحطة الفلانية بتاخذ الإذاعة، أما إذا ما ضبطت عقرب الراديو على تلك المحطة ما بتجيك الإذاعة. فراديو قلبك، إذا بتحط عقرب قلبك على المحطة الإلهية وبطاريتها بتكون مشحونة بالطاقة، تعسم تلتقط الإذاعة الإلهية، تعسم تلتقط الفيلم التلفزيوني، إما أن تسمع وإما أن تسمع وتشهد. وقد تسلط عليك الأشعة فتذيب الحصى في جسدك
وتذهب الأمراض والأسقام عن بدنك. فالأشعة الإلهية إذا أحسنت التوجه وبطاريتك مشحونة تماما، فيمكن أن يكون رمضان بالنسبة لك مستشفى، تشفى من أمراض الكذب على الخلق، الكذب على نفسك، الكذب على الله، تشفى من أمراض الكذب في أعمالك، عم تصلي ما صلاه. الله يقول في الحديث القدسي: ليس كل مصل يصلي. الله هيك عم بيقول في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة. المقصود من الصلاة لتكون مقبولة. ما المقصود، ما المهم تقدم أنت طلب لكلية الطب؟ الزبال ليش بيقدم طلب؟ المهم أن تقبلك كلية الطب. ما المهم أن تقدم طلب للكلية العسكرية؟ المهم أن تقبلك الكلية العسكرية. ما المهم أن تصوم وتصلي؟ المهم أن تقبل صلاتك ويقبل صومك. والله ما بيرفض إذا كان ضمن الشروط. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع من أعمال القلب إلى القلب. أحييت قلبك، رحت إلى مدرسة القلوب، صار لك أستاذ القلوب، طبيب القلوب. ما في قلوبهم مرض، هذا ما قرآن. الله ما عم يشفي المرض، المرض ما بده طبيب. دورت على طبيب القلب، ما بيعرف لا القلب ولا المرض ولا علومه ولا أخلاقيته إلى آخره. فالصوم المهم أن يقبل، الصلاة أن تقبل. فإذا قبلت وصرت مقبولا دخلت في المدرسة، بتولى تعليمك الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. فيا ترى شلون الصلاة ما بتدخلها إلا بشروط؟ تكون على طهارة، مستقبل القبلة، مستور العورة، كذلك الصوم هكذا. من لم يدع قول الزور، القول المزور والجهل في الأقوال والأعمال، قد تكون قاري وآخذ أكبر شهادة لكن أعمالك أعمال الجهلاء. قالوا: الجاهل كل من لم يعمل بعلمه. فمن لم يعمل بعلمه فهو جاهل. لما الله قال لسيدنا نوح، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. أقول من أهلي، الله عم يقول ليس من أهلك، إذا هذا جهل. إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، تسأل سؤال غير قائم على العلم، قائم على الجهل. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن هذا كأنه مفطر. هذا كلام النبي يعني ما تأويل ولا اجتهاد، بيفهم العالم كما يفهمه العامة. فالكلام هين. تحسن تقول أنا وزير، تحسن تقول أنا طبيب، لكن بين القول وبين الحقيقة في فرق كثير يا ابني. فلحتى تصير مسلم تكون صائم حقيقي، الصوم الذي أراده الله ورسوله بالمواصفات الإسلامية الصحيحة، لابد لك من معلم ومدرب ومرب ومرشد. رأيت في بعض الأحاديث النبوية قال: من هاجر وقد حج 10 حجج فعليه
حجة بعد هجرته، ومن احتلم وقد حج 10 حجج فعليه حجة بعد بلوغه. فالشاهد قال الهجرة الحج ولو 10 مرات قبل الهجرات كأنه ما أسقطوا حجة الإسلام إلا يهاجر. شو في بالهجرة؟ الدخول في مدرسة النبوة تحت إشراف النبي، يصنع إسلامك، يصنع قلبك، روحك، شعورك، عقلك، فكرك الذي تحج بها. فإذا حججت بها العقل والفكر والشعور والقلب الذي بنته النبوة فبيطلع حجك يثمر كل أهداف الحج. هلأ المسلمين عم يروحوا بمئات الألوف إلى الحج، هذا لازم لو كان حج مثل حجة الوداع. من حجة الوداع النبي بنى في الحج الأمة العربية وحدة ودولة وتقدما وقيادة ما للعرب للعالم. هذا من الحج، من الصوم، من الصلاة. هلا عم نصلي ما في إنتاج، عم نصوم ما في إنتاج، بنروح للحج ما في إنتاج. ليش؟ لأنه ما عم نتعلم الطيران من الطيار، ولا عم نتعلم الجندية من الكليات العسكرية. بنلبس بدلة، وأبونا كان ضابط، ونشتري نجمتين بليرتين سوري بنحطهم على الكتف. هذا بيعملك قائد عسكري؟ ما بيعملك ابني. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. مثل ما قال الشاعر: نضع الذنوب على الذنوب ونرتجي درج الجنان وطيب عيش العابد. تضع الذنوب على الذنوب وترتجي درج الجنان، درجاتها، وطيب عيش العابد. ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. كان بالجنة بذنب واحد طلع من الجنة، أنت بدك تفوت على الجنة 1,000,000 ذنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جارية صغيرة أرسلها في بعض شؤونه فأبطأت عليه، ففتش عنها فوجدها تلعب مع رفيقاتها طفلة صغيرة، فقال لها: لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ما تجرأ أن يضربها بسواك بالفرشاية تبع أسنان. وقال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المسلم وين رايح؟ لأنه بلا معلم، بلا مرشد، بلا مربي، بلا هجرة، بلا صحبة، ما عاد في مين يهاجر إليه، ولا ما عاد كان يصحب اللبن. لما يصحب الحليب كله بيتروم. الشجرة بنحط لها لزقة من النوع الجيد على النوع الرديء، الشجرة كلها تتغير بلزقة وبصحبة جزء بسيط من النوع الجيد. قال: شهر مبارك تحط فيه الخطايا بالتوبة، بالإنابة، بكثرة الأعمال الصالحات، بالصدقات، بمجالس العلم، بمجالس الإيمان، تحط الخطايا. ويستجاب فيه الدعاء، وينظر الله فيه إلى تنافسكم. كانوا يتسابقوا في رمضان إلى أعمال البر، إلى أعمال الخير، في الصدقات، في العبادات، في إحياء الليالي. ويباهي بكم ملائكته: فأروا الله من أنفسكم خيرا
فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. وكان يقول أيضا: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم لم يغفر له. لذلك يا ابني، فالصوم الجسدي معروف، لا بيأكل ولا بيشرب ولا بيقرب على أهله حتى يضرب المدفع. أما الصوم التربوي، الصوم التهذيبي، الصوم لتزكية النفس، فبدك تصوم بلسانك، ما يطلع من لسانك لا كذب ولا كلمة فاحشة ولا لعن ولا نميمة ولا وهدوا إلى الطيب من القول. مر سيدنا عيسى عليه السلام على جيفة، يعني على فطيسة، وقد أنتنت واجتمعت عليها الهوام والذباب، فهو وقف والحواريين ابتعدوا وأمسكوا بأنوفهم حتى لا يتأذون بأنثانها. هو وقف عليها يتفرج، قال: تعالوا تعالوا. شو تعالوا؟ على ايش؟ قال: تعالوا. وقفوا، قال: انظروا ما أشد بياض أسنانها. قالوا له: يا روح الله، ما لك شايف الدود والذباب والدبابير والروائح والمنظر القبيح؟ قال: أحببت أن أعود لساني الكلام الحسن. وهدوا إلى الطيب من القول، هي صفات المؤمنين. فبتعرف أنت الطيب من القول؟ آية أخرى تقول: وقولوا للناس حسنا، للناس، وقولوا للناس حسنا. أما إذا واحد كذب، إذا واحد شتم، لعن، اغتاب، إذا سمع الغيبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المستمع أحد المغتابين. إذا سمعت قول الزور، قول الباطل، فأنت شريك في ذلك اللغو وفي ذلك الباطل. الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إذا رأيت من يطعن في الإسلام أو من يتكلم بما يسخط الله فأعرض عنهم، لا تعد أم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي آية تقول: إنكم إذا مثلهم، إذا تميت قاعد فأنت المستمع والمتكلم في الإثم سواء. يقول سيدنا المسيح بما هو أشد، يقول: إن الشيطان يقبل المغتاب، يعني ببوسه إذا اغتاب يقبله قبلة واحدة، لمين؟ للمتكلم. ويقبل المستمع قبلتين، هذه على استمع الغيبة والجرح في كرامات الناس وأعراضهم. الشيطان ببوسه كم بوسة؟ بوسين، يعني معناته هذا أخذ نشانين. قالوا: وكيف ذلك يا روح الله؟ قال: يقبل المغتاب من لسانه، وأما المستمع فقبلة في أذنه، على أذنه اليمنى، وقبلة ثانية على أذنه يسرى، لأن المغتاب استعمل عضو واحد، أما المستمع كم عضو استعمل؟ استعمل عضوين. فبدك تصوم بأعضائك، برجلك، ما تمشي بها إلى معصية الله، اتوب رجلك، اتوب إيدك، ما تمدها إلى حرام، لا بمعاملة ولا بضرب ولا بمساعدة على إثم أو باطل أو حرام. التوب بعينك، ما تنظر، صومها في رمضان حتى تعتاد
ما تنظر لا إلى لغو ولا إلى حرام. اللغو كل عمل أو قول لا يضر ولا ينفع، فبنستعمل جوارحنا فيما ينفع ولا يضر. أما إذا استعملناها فيما لا يضر ولا ينفع، هذا الميت، الميت شو بيشتغل؟ بيشتغل شغل لا ينفع ولا يضر. فأما المؤمن لا يعمل إلا ما ينفع، إلا ما يصلح أو يصلح الآخرين. فرمضان إذن مدرسة ابني، مدرسة تربوية، مدرسة أخلاقية. يا ترى أنت العلوم اللي أخذتها من المدرسة، أخذتها من الرحالي لما من الحيطان، لما من السقف، لما من الأبواب؟ شو المدرسة يعني؟ المدرسة يعني المدرس، المدرسة يعني المعلم والمربي. كان الجامع كان مدرسة، كان الشيخ كان معلما ومربيا وقدوة وإماما، كان يعلم الناس بأقواله وأعماله وسلوكه وقلبه وإخلاصه. كان الإسلام ينتشر من غير قول، كان غير المسلمين يشوف الإسلام العمل فيدخلون في الإسلام. بذكروا عن الإمام أبي حنيفة، يقول كان له دين على مجوسي، كان له دين على مجوسي، فذهب إلى داره ليستقضي دينه، فوطأ بنعله على نجاسة، فنفض نعله، فالنجاسة انفصلت من النعل، اجت على حيط المجوسي، على حائطه، فارتبك وانزعج الإمام أبي حنيفة. قالت كانت في نعلي فصارت على حائط غيري، هذا ما بيجوز أنا أن أشوه للمجوسي وأنجس له حائطه. إجا بده يحكها لينظف جدار المجوسي، قال لعل يكون كمان ينحك من تراب الحيط، النجاسة تأخذ من تراب الحيط وهذا كمان بيشوه الجدار. فتحير فطرق الباب، فطلع المجوسي فظن الإمام أبو حنيفة أتى إليه ليستقضي دينه، فظاهر ماله ميسور فارتبك. قال له أنا ما جئتك لأتقاضى ديني، وحكى له القصة أنه حيطك التصخر في نجاسة تبع نعلي وبدي حكها وخايف من شوه جدارك بالحك وخليها كمان ألصق النجاسة بحيطك كمان شرعا ما بيجوز، فشوف انت شو بتريد برضاك حتى افعل، حتى لا اقع في المسؤولية بين يدي الله عز وجل. قال له هذا الاسلام هيك؟ قال له هيك الاسلام عم يعلمك؟ قال له ايه نعم. قال له انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.